للسيد المنسق الجهوي السيد حبيب العيش فليتفضل المشكور. ويدل على التفاعل مع هذا الحلم الذي اراد ان يجيء بالتغيير واراد ان يهتم بالمواطنين وان اراد ان يسود في معاملته كلمه اغاراش اغاراش المعقول. مرحبا بكم. ويدخل هذا المؤتمر كما قال السيد المنسق الاقليمي في خضم الاستعداد الى التاريخ 19 مايو. الشعار الذي اختير كثيرا لهذا المؤتمر في الوضع السادس للتجمع الوطني الاحرار والمؤتمرات الاقليميه التاريخيه 19 مايو اولا يدل على وحده الصف بمعنى انه جميع الاقاليم المغربيه وجميع مكونات تجمع الاحرار اصبحت تتكلم خطابا واحدا وتتكلم منهاجا واداء وصفه وكيفيه واحده في جميع انحاء المملكه وهذا في حد ذاته شعور بالانتماء الى حزب كبير. هذا الحزب الذي قال كنهني بالحضور كنهني بالسيد المنسق على انه اليوم قدر يجمع عدد كبير من الساده المخالفين اللي التحقوا بنا باش يساهموا في القرارات هذه السنه المصاريف ولكن انا غادي نقول باللي هناك راحه وهناك نقاهه لكي يستعيد القوه لرفع الرايه لحزب التجمع الوطني الاباجي. لازم تيكون واحد المثال الاخوان ما يحملوش الدور غير الدور. معنا ونتمنوا التوفيق ولكم الكلمه للجميع انتم هما المناضلين الكبار لانه خصنا نشوفكم في هذه الساحه دائما ما غاديش نشوفوا بانه انتم واحد الوحده اللي غادي نجمعوكم ولكن خصنا نعرفكم بانكم دائما راكم في هذا الحزب الحزب النظيف الحزب النقي الحزب اللي فيه الرجال الحزب اللي باغي المعقول ورق جلالة الملك ونتمناو بانه تكون ان شاء الله الرئاسه مستقبلا لهذا الحزب وهذا هو اللي رحنا نطبقوا له الجميع ولكن بفضلكم انتم ان شاء الله اللي غادي نمشوا بعيد الا ما كنتوش معنا انتم راه غادي نكونوا والو ما غاديش نقولوا بانه كاين نائب وكاين كذا ولكن هذا التواجد المشرف للنساء أو المرأة بمدينتها بالكامل في هذا المسار علها تكون صحوة بهذه المدينة على يد التجمعيين باسم كل إنسان مدينة أبي الكامل تحية حارة لمناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني الأحرار. بعد اليوم الإخوة والأخوات المناضلات التجمع الوطني الأحرار ضيوفنا الكرام المتعاطفين مع حزبنا
أيها الجمهور، أيها الحضور الكريم، أصالة مني ونيابة عن مناظرات ومناظر التجمع الوطني للأحرار بفرع بكان، أرحب بالجميع وأشكركم على تلبية الدعوة. لقد شرفتمونا بحضوركم لهذا المؤتمر الإقليمي الذي من خلاله نغتنم الفرصة لنعبر للرئاسة الجديدة عن اعتزازنا وفخرنا بالنضال الصادق ذاتية وموضوعية نتيجة اختلالات أو تقصير في التدبير، ولعل ضعف الهيكل وانتشار الألم. ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السيد قدما والبحث عن آلية خلق أو ميكانيزمات لتحقيق باش نكونوا ان شاء الله في المستوى. كبر القوس ايضا اننا ماشي بعاد على استفتاح فاتت تبعوا التوجيه او يعني تعبيرا عنهم فيما يخص اللقاءات الاتيه اللي غادي نجمعنا في لقاءات اخرى بوجده ان شاء الله في المؤتمرين الاخرى اللي غادي يعقد المؤتمر الوطني. في شخص الشبكاوي اللي وجه لي دعوه للحضور الشرفي وأمنح من منحني واحد الوقت اللي غادي نقول فيه كلمة باسم المجتمع المدني. أنا تعرفوني ما عنديش فرنت